أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما شاء الله. يا كتب على
لله تكبير أحسن حسبي بارك الله في حالي. أياما معدودة الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولتكبروا الله على ما
ما شاء الله.